انتصف شهر رمضان الكريم، وايضا مسلسلات رمضان وصلت للمرحله اللي احنا دايما بنسميها مرحله المط والتطويل، ودي افه من افات دراما رمضان ومشكله مزمنه بنتكلم عنها من سنوات طويله مضت. وزي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت عندنا اكتر من موضوع هنتكلم فيه. اول حاجه نجوم المنطقه الامنه، وهشرح ليه انا سميتهم نجوم المنطقه الامنه. عندنا كمان رمضان ومشاكل رمضان، وطبعا ما اقصدش الشهر الكريم، بل نقصد هنا محمد رمضان نجم مسلسل موسى. وايضا عندنا حدث مهم هيبتدي في نصف شهر رمضان، وهو عرض مسلسل النجم يوسف الشريف 15 حلقه اللي هو قابل 25. معاكم علا الشافعي وحلقه جديده من الفن وحكاياته. النجم محمد رمضان دايما عنده تحديات، ودايما كده بنقول في زوابع تصار من فترة الى اخرى، ولكن مسلسل موسى في اول 10 ايام من رمضان الحقيقة كان لافت الانظار جدا، وناس كتير توقفت عند المستوى التقني لهذا العمل الفني، وتحديدا مدير التصوير محمد مختار وايضا المخرج الشاب محمد سلامة. ولكن مشهد واحد في المسلسل قلب الوضع 180 درجة. المشهد ده متعلق بأن النجم المخضرم والفنان القدير وأحد رموز الكوميديا المصرية النجم إسماعيل ياسين. المشهد كان بالظبط أكيد كلنا شفناه، وناس كتير اتكلمت عنه أو رجعت شافته لوحده بشكل مستقل بعيدا عن العمل. ظهر فيه إسماعيل ياسين شخص بيقلده أو يشبهه، بيشتري من المحل اللي واقف فيه موسى بيبيع، ولكن كانش عايز يدفع الفلوس. طبعا ناس كتير شافوا أن ده إساءة لهذا النجم القدير، وما بين تبادل الاتهامات وما بين كلام بقى من مخرج العمل قال يا جماعة استنوا علينا، ده المخرج محمد سلامة كتب بوست في البداية، يا جماعة استنوا علينا احنا بنأسس لما هو قادم في حلقات اخرى. ناصر عبد الرحمن مؤلف العمل قال هذا المشهد تفصيليا حصل مع والده. طبعا ناصر كان اهله جايين من الصعيد وبيشتغلوا في التجارة، فالمشهد ده هو بيقول انه مشهد حكاهوله ابوه بالتفصيل. اما بطل العمل او موسى النجم محمد رمضان فهو بالاساس احنا شايفينه في بداية العمل هو هربان من حكم اعدام، كمان بيشتغل بيشيل طوب، بيشتغل مع بنائين، بيشتغل اعمال مختلفة للغاية الى ان يصل الى هذه الوكالة. طبعا هنا رمضان ما يعرفش لا سينما ولا فنانين، دي المبررات اللي سردها محمد رمضان في البوست اللي كتبه. ولكن المسألة لان فيها حالة من الاستفزاز، لان رمضان سبق وعنده زي ما قلنا حوادث اخرى، للأسف المسألة كانت نقدر نقول كده في هجوم عنيف جدا على رمضان تحديدا. ده استدعى ان فريق العمل طلعوا بيان شرحوا للناس فيه وجهة نظر المخرج تحديدا، واللي هو اتكلم بشكل واضح ان الحلقات الجاية هتشهد تقدير كبير جدا لكل النجوم، ومبرر لهذا المشهد وتحديدا في الحلقة 18 من المسلسل هيتكلموا فيه ليه هو موسى كان رد فعله كده إن شاف إسماعيل ياسين اللي هو ما يعرفوش طبقا لأحداث المسلسل. مع تأكيد كل فريق عمل المسلسل على تقديرهم لكل القامات الفنية المصرية وأعزازهم وتقديرهم للفنان القدير إسماعيل ياسين، هنستنى ونشوف موسى وهنشوف المشهد اللي اتعمل تأسيسية لشخصية إسماعيل ياسين في الحلقات الجاية هيكون شكله إيه. أنا مع الآراء اللي شايفة إن المشهد لم ينفذ بحرفية كافية، كان ممكن يبقى فعلا بيتقدم بشكل أكثر رقيا، بشكل خيخله من الابتذال، أو يخلي الناس تحس بأي إساءة تجاه شخصية إسماعيل ياسين. عشان كده احنا هنستنى وهنحكم، مش هنتسرع في الحكم، لأن كمان نقابة المهن التمثيلية باتت طرف في هذا الموضوع. بعد ما خلصنا كلام عن محمد رمضان وأزمة مسلسل موسى هنروح ونتكلم عن نجوم المنطقة الآمنة. ليه سميناهم نجوم المنطقة الآمنة؟ ببساطة لأنهم بيستكينوا لتركيبة درامية بعينها بتنجح مرة فبنجربها مرة واثنين وثلاثة. هبتدي بالنجمة القديرة يسرى، وانا بكن ليها كل تقدير واحترام. يسرى اللي بقالها اكتر من 45 سنة بتقدم دراما تلفزيونية مش بس سينما، وعندها تجارب مهمة جدا في الدراما التلفزيونية. السنة اللي فاتت في خيانة عهد قدمت لنا نموذج
الحقيقة كان مؤرق كده نفسيا ان تقعد تتفرج على عائلات بتقطع في بعض بالشكل ده، علاقات غير صحية بالمرة، علاقات مرضية ما بين أسرة واحدة. في خيانة عهد شفنا الحالة دي بشكل كبير جدا ومكثف. أيضا في مسلسلها حرب أهلية بنلاقي حرب من نوع تاني ولكن قريبة نفس الحالة، علاقات اجتماعية الحقيقة مهترئة، بنت مريضة نفسيا للغاية نتيجة ضغوط ما بين أبوها وأمها وحالة الانفصال، وللأسف احنا بينا قدام فتاة لا تفعل شيء سواء بتؤذي كل من حولها. طبيب أمراض نفسية بيستغل مرضاه بشكل سيء للغاية اللي هو مين؟ باسل خياط، في دور نمطي انت متوقع طول الوقت ردود افعال باسل هتبقى عامله ازاي. اروى جوده في دور هيقلب طبعا وفي تويست وتحول في علاقتها بيسرى في هذا العمل، ولكن تلك التركيبه الدراميه في حرب اهليه تشبه تيمات كتيره سبق وقدمتها النجمه يسرى في اكتر من عمل. هنستنى ونشوف مفاجآت المسلسل هيكون شكلها ايه في الحلقات اللي جايه، ونتمنى في الحلقات اللي جايه نشوف شيء مختلف ومغاير لكل التوقعات اللي ناس كتيره بتتكلم فيها. نروح بعد كده ونتكلم عن النجمة دينا الشربيني. دينا الشربيني في مسلسلها قصر النيل سبق وتكلمنا عنه وقلنا ان فيه برضو عناصر فنية مميزة جدا وعدد كبار من النجوم المهمين، والحقيقة ان احنا عندنا ميزة كده نقدر نحطها بين قوسين في دراما رمضان وهم الممثلين. عندنا يا جماعة ممثلين موهوبين في اجيال مختلفة للغاية. دينا بتقدم تيمة سبق وقدمتها في اعمال سابقة تتعلق بفكرة الاثارة والتشويق وجريمة قتل وإحنا بندور مين اللي قاتل، وكتير بتكون هي مشتبه رئيسي في الجريمة. هنشوف برضو الحلقات هتكشف عن إيه، ولكن دينا الشربيني بتقدم تيمة مش جديدة عليها وسبق أيضا إن هي قدمتها في أعمال مختلفة. السؤال المهم اللي بنطرحه بخصوص النجمة نيلي كريم. نيلي كريم هي واحدة من أهم نجمات دراما رمضان في السنوات الأخيرة، عندها تجارب مهمة جدا مختلفة ومتنوعة، ولكن هل نجاح نيلي كريم في بميت وش مسلسلها العام الماضي وهو النجاح المدوي على المستوى النقدي والشعبي والجماهيري، يعني الحقيقة كان من أهم الأعمال اللي تعرضت، هل النجاح الكبير ده أضر بيها هذا العام وبمسلسلها ضد الكسر؟ الحقيقة نقدر نقول كده بضمير مستريح، نيلي كريم خارجة من تجربة كانت مكسرة الدنيا وقدمت تيمة درامية تتشابه مع تيمات درامية موجودة في مسلسلات أخرى عن مسلسل بيكشف وبيعري أيضا علاقات اجتماعية غير سوية ما بين هي زكاتها وإخواتها أو هي وزوجها، خيانات متبادلة. الحقيقة المسلسل ده ممكن يكون هيتشاف أفضل وأحسن بعد رمضان، خصوصا هو في منطقة زي ما بنقول كده متشابهة مع عدد آخر من الأعمال. وما أعرفش بصراحة سر التشابه في التيمات الدرامية في أكتر من عمل ده راجع لإيه؟ هل نظام الورش وكتابة السيناريو بهذه الطريقة أم ماذا؟ ده سؤال محتاج تدقيق وبحث طويل جدا، لأن هذا الأمر بقى يلفت النظر بشكل كبير للغاية. رمضان هذا العام شهد عرض مسلسلات ال 15 حلقة، شفنا بين السماء والأرض، شفنا أحسن أب، وكان من المقرر في النصف الثاني إن احنا نشوف مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم وكوفيد 25. عالم موازي طلع من السباق الرمضاني بسبب مرض البطل أو المخرج والفنانة دلال عبد العزيز بمرض كورونا، ربنا يشفيهم. أما مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف هيتعرض في 15 رمضان. يوسف الشريف بهذا المسلسل بيخوض تحدي على ناحيتين، اول تحدي فيهم ان هو بيجرب فكره المسلسل 15 حلقه، التحدي الثاني جمهور يوسف الشريف يا ترى مستني ايه منه السنه دي. احنا عارفين يوسف عنده منطقه خاصه كده بيشتغل فيها هي الخيال العلمي والمستقبل، طول الوقت يوسف مشغول بالقضيه دي. هنشوف كوفيد 25 بيتكلم على شكل العالم ومرض بيجتاح العالم في هذا التوقيت، وطبعا المرض ده احنا عايشين فيه دلوقتي فهو ممتد معانا ل 25 طبقا اللي هنشوفه في مسلسل يوسف الشريف. يوسف الشريف ما نقدرش ننكر ان هو واحد من النجوم اللي عندهم شعبيه وجماهيريه
كبيرة للغاية. ناس كتير بتتكلم على يوسف اللي هو بيتحول لترند من مجرد عرض حلقاته، ليه علاقة بأزياء مسلسله، شكل التصميم، الديكورات، الممثلين المشاركين، التركيبة الدرامية اللي بيكون يوسف عاملها. المسلسل هذا العام تأليف زوجته إنجي ومعاه فريق عمل مميز للغاية. هنستنى ونشوف معاكم كوفيد 25 هيحقق نجاح شكله ايه، جمهور يوسف الشريف الكبير اللي مستنيه، هنتابع ونعرف ردود الافعال على المسلسل بمجرد عرضه. مستمرين معاكم والكلام لم ينقطع ولن ينقطع عن دراما رمضان ومسلسلات رمضان. تقييماتنا للنجوم المشاركين في هذا السباق او الماراثون الرمضاني، المسلسلات اللي تتصدر المشهد او اللي هتخرج من السباق، مين النجوم اللي نقدر نقول عليهم النجوم الاوائل او في المراكز الاولى من سباق رمضان. كانت معاكم علا الشافعي في حلقه من حلقات الفن وحكاياته. استنونا في حلقه جديده. سلام.